يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حصل بيني وبين إمام المسجد مناقشة، لأن هناك عمالا يأخذون الماء من البرادة ومن دورات المياه الخاصة بالمسجد لغسيل السيارات، فأخبرته بأن هذا لا يجوز لأن الماء وقف، فهل هذا الكلام صحيح؟ نعم، هذا الكلام صحيح، ولا يعبثون بماء المسجد، يأخذون البرادات ويتركون الناس يشربون من الماء الدافي غير البارد، هذا لا يجوز، يجب أنهم يمنعون من هذا، بل يمنعون من تمسيح السيارات، يخلون أعمالهم الآن ويروحون يمسحون السيارات، هذا يجب منعهم من هذا، لأنهم ما يجيبوا يمسحون السيارات، يجيبون العمال يشتغلون. نعم.